شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على اتفاقه مع نظيره الإسباني على إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأيضا الإدانة الكاملة لاستخدام إسرائيل التجويع في عدوانها على غزة. وأضاف عبد العاطي أنه بحث سبل ضمان النفاذ الكامل للمساعدات لغزة من دون أي معوقات إسرائيلية. وفيما يتعلق بالأوضاع الكارثية الحالية في قطاع غزة، يعني كان في تطابق في الرؤى بيني وبين صديقي العزيز الوزير خوسيه حول الإدانة الكاملة لهذا العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر، والذي الآن يمتد لأكثر من عام، والذي خلف حتى الآن أكثر من 150,000 جريح وقتيل، من كلهم من المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال. تحدثنا عن الإدانة الكاملة لاستخدام سياسة التجويع كسياسة ممنهجة وكسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك سافر للقواعد الخاصة بالقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.